أهلا بكم في الهاجادة مصدر القرآن والأحاديث. موسى القسم الثالث. رفع جبل سيناء لإجبار بني إسرائيل على أخذ التوراة. كتب مرشد إلى الإلحاد. يقول الدكتور كلير تيسدل في كتابه العظيم مصادر الإسلام: ما ورد في الأعراف الآية 171: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وورد مثله في البقرة 63 و93، ومعنى ذلك أن الله شرع في إعطاء التوراة لبني إسرائيل، ولما رأى منهم عدم الرضا بقبولها رفع أو نتق جبل سيناء فوقهم وأمسكه على رؤوسهم ليوقع الرعب والفزع في أفئدتهم. وقد وردت هذه القصة في الكتاب اليهودي عبودا زارا الفصل الثاني، ونصها: قد سترتكم بالجبل كغطاء. ولا حاجة للقول أن هذه الخرافة لا أثر لها في التوراة، ولكن من شأها وهم وسوء فهم بعض مفسري اليهود. فورد في سفر الخروج الفصل 19 الآية 32 أنه لما نزل موسى من الجبل ورأى بني إسرائيل يعبدون العجل الذي صنعوه، غضب وطرح من يديه اللوحين اللذين كانا منقوشا فيهما العشر الوصايا وكسرهما في أسفل الجبل. فمن قوله في أسفل الجبل بين علامتي اقتباس يفهم أن هذين اللوحين كسرا عند سفح الجبل وليس تحت الجبل. ولكن لما كان اليهود الذين في العصور المتأخرة مولعين بالغرائب لووا معنى الكلمات وصرفوها عن حقيقتها وابتدعوا الخرافة المتقدمة لتفسير هذه الآية، ثم يرد المؤلف عددا من المصادر باللغة الإنجليزية. أقول، يقول المترجم: وهذا كلام سليم، وهذه ترجمتي للقصة من كتاب أساطير اليهود للويس كيزنبرغ اقتباس تحت عنوان الوحي على جبل سيناء من فصل إعداد الآباء نقرأ فيه: حقيقة بمحض إرادتهم الحرة تماما أن إسرائيل أعلنوا أنهم مستعدون لقبول التوراة، إذ عندما اقتربت كل الأمة في قسمين رجالا ونساء من جبل سيناء رفع الله هذا الجبل وعلقه فوق رؤوس الشعب مثل سلة قائلا لهم: إن قبلتم التوراة سيكون الأمر على ما يرام، إلا ستجدون أنفسكم هالكين تحت هذا الجبل. انفجروا جميعا بالبكاء وصبوا من قلوبهم الندم أمام الله، ثم قالوا: كل ما قال الرب سوف نفعل مطيعين. بصعوبة لفظوا كلمات الإذعان تلك لله فراغ إلى آخره. بقية الأسطورة تفاصيل أخرى سخيفة لا توجد في سخافات التوراة ولا القرآن، عن هدايا قدمها لهم الملائكة واستنارة وجوههم إلى آخره، قصص ممتازة للمصابين بالعتة. تقول الأسطورة أن السماوات انفتحت وارتفع جبل سيناء عن الأرض مرتفعا في الهواء بحيث صارت قيمته في السماء، بينما غطت غيمة كثيفة جوانبه ولمس أقدام العرش الإلهي إلى آخره. أسطورة غير قانونية عن ظهور الرب للداويين والملائكة مرافقين له بعدد 22,000 ملاك بالتيجان على رؤوسهم، وقد ظهروا للداويين فقط حسب الأسطورة الهاجادية بسبب أنهم الوحيدون الذين لم يعبدوا العجل الذهبي كما جاء في سفر الخروج 32. تقول أسطورة سخيفة طويلة أخرى في موضع آخر أن الله عندما يلبس تاجه كل يوم يهتز تحت العرش خوفا وإجلالا وترتعد الملائكة إلى آخره. نقارن مع النصوص الإسلامية. هذا يذكرنا بحديث محمد عن وصف الفردوس أعلى درجات الجنات حسب المعتقد الإسلامي. روى البخاري الحديث 2790. حدثنا يحيى بن صالح حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة
وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوق عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن. الحديث 7423. حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثني محمد ابن فليح قال: حدثني أبي، حدثني هلال عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا يذكرنا كذلك بحديث اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ عقب غزوة قريظة، كما هو مشهور في أحاديث الصحيحين والسنن الأربعة والمسند. فروى البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه الحديث 3803. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا فضل بن مساور ختن أبي عوانة، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول اهتز السرير. فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ملاحظة من عندي في هذا الحديث: يبدو أن أحد الأنصار قد سخر من قول محمد فقال: لقد اهتز السرير، وربما هذه سخرية من اهتزاز سرير محمد باستمرار. نهاية الملاحظة. ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الحديث 2466. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. الحديث 2466. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الحديث 2467. عن أنس بلفظ مماثل: أخذ العهد على نطف البشر أو أجنتهم أو أرواحهم. جاء في القرآن: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظن أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. الأعراف 171 إلى 174. تعليق من عندي: هذه الفكرة أيضا موجودة في كتابات القديس أوريجينوس الذي عاش في منتصف القرن الثاني للميلاد، حيث يذكر أن الأرواح البشرية أخذت عهدا على الله أن لا تعبد غيره قبل أن تأتي إلى هذا العالم. نهاية الملاحظة.
يقول المؤلف: أقول حقيقة أن الترتيب الذي أورد به محمد القصتين في القرآن والذي لاحظته الآن فقط بعدما وصلت لاستنتاجي من قبل تلك الملاحظة لترتيب الأحداث أكد لي ما توصلت له، فقد كنت أبحث عن مصدر هذه الفكرة أو العقيدة في قرآن الإسلام، وهي لا توجد لا في كتاب اليهود ولا في كتاب المسيحيين، فمن أين إذن جاءت؟ ولي مدة طويلة كنت محتارا في هذا الأمر، والآن عرفت المصدر أثناء ترجمة قصة موسى الهاجادية، فبنفس الترتيب ترد بعد قصة رفع نطق الجبل قصة هاجادية أخرى عن أخذ الله العهد على أجنة بني إسرائيل وهم في أرحام أمهاتهم بشكل مشابه تماما للآية القرآنية، وهذا مصدر الآية التي قالها محمد، خصوصا كشاهد لهذه مسألة الترتيب الموافق للهاجادة للقصتين، ثم أنه يخاطب بهذا الكلام بني إسرائيل لتذكيرهم بمنن الله عليهم وما فعله معهم ومع البشرية، لكنه غير القصة قليلا جدا ونقحها. وقد كنت في موضوع آخر سترونه وسيأتي قد رجحت أن بعض الأحاديث المحمدية الأخرى المشابهة لهذه القصة لكن مختلفة عنها قليلا مقتبس من قصة كيفية تعامل الله مع الأجنة وتقرير مصيرها. نعود للقصة، فتحت عنوان استلام التوراة، تقول أسطورة طويلة أن الله لما خاطب شعب إسرائيل على جبل سيناء خاطبهم كلهم تحت الأجنة في أرحام أمهاتهم بأن جعل بطونهن شفافة كالزجاج، وخاطب الأجنة: انظروا سأعطي أباءكم التوراة، هل ستضمنوا أنهم سيتبعونها؟ فأجابوا: أجل. قال لهم علاوة على ذلك: أنا إلهكم. فأجابوا: أجل. أنتم لن تتخذوا آلهة أخرى. فأجابوا: كلا. بهذه الحكمة أجاب الأطفال على كل وصية بأجل وكل النهي بكلا، ولأن الأطفال الصغار كانوا هم من ضمنوا عملية إعطاء الله شعبه التوراة. يحدث أن يموت أطفال كثيرون عندما لا تتبع إسرائيل التوراة. ثم يرد المؤلف عددا من المصادر الإنجليزية: خزائن الله أو خزائن رحمة الله وحكمة الله التي لا يفهمها البشر، تحت عنوان الطرق الغامضة لله بعد أسطورة شفاعة موسى لإسرائيل، يعني استغفاره الله لهم لعبادتهم والعجل. ظل موسى يتمنى ثلاث أمنيات عزيزات: أن تسكن السكينة مع إسرائيل، وأن لا تسكن مع الأمم الأخرى، وآخرا أن يتعلم ليعرف طرق الرب كيف يجعل الخير والشر في العالم، مسببا أحيانا المعاناة للعادل ويدع الظالم يستمتع بالسعادة، بينما في أوقات أخرى كلاهما يكونان سعيدين أو كلاهما يكونان مقدر عليهما المعاناة. استجاب الرب لطلب موسى ومنح أمنيتيه الأوليين بالكامل، لكن أمنيته الثالثة جزئيا فقط. أراه الرب الكنز العظيم الخبئ الذي خزن الجوائز المتعددة للتقي والعادل، شارحا كل واحدة مستقلة له على التفصيل: بهذه أكافئ من يعطون الصدقات، بهذه أكافئ من يربون الأيتام، إلى آخره. بهذه الطريقة أراه غاية كل واحد من أولئك الكنوز حتى وصلوا إلى واحد ضخم الحجم. سأل موسى: لمن هذا الكنز؟ فأجاب الرب: من الكنوز اللواتي قد أريتك أعطي الجوائز لمن قد استحقوهن بأفعالهم، لكن من هذا الكنز أعطي من لا يستحقون، لأني كريم لهؤلاء أيضا، لكي لا يكذبوا برحمتي، وأنا أعطي لمن لا يستحقون سخائي. وهكذا كان على موسى أن يقنع نفسه بحقيقة أن الصالحين لهم استحقاقهم الموثوق، ومع ذلك غير هذا. تعلم من الرب كيف في بعض الأحيان يكون فاعل الشر سعداء، لأن الرب أعلن أنه يري شفقة ذاته لمن لا يستحقونها، لكن دون أن يعلن السبب ولما، لكن مكافأة الصالح كذلك تظهر فقط له كنصيب، لأنه يرى متع الفردوس التي سيشاركونها. يضرب الله مثالا لموسى بواسطة حادثة رآها موسى،
فقد أراه رجلا يسرق من واحد آخر كيس نقوده، عندما انحنى إلى النهر ليشرب فنسي محفظته ومشى، ثم جاء رجل آخر فأخذه ووضعه في كعب حذائه، وعندما أدرك المالك أنه فقد محفظته عاد إلى النهر ليجد رجلا آخر فالتزمه قائلا: أعد لي كيس المال الذي كان قبل قليل ها هنا، لأن لا أحد قد أخذه إن لم يكن أنت. عندما أعلن الرجل أنه لا وجد أي أمل ولا رأى أيا منه، ذبحه المالك يستغرب موسى من هذا الظلم، ويسأل الله عن حكمته في هذا الظلم، ويشرح الله لموسى أن من يبدو سارقا إنما هو استعاد مالا ملكه، لأن الذي فقد كيسه كان قد سرقه منه سابقا. أما الرجل الذي بدا أنه تم ذبحه بريئا فهو يكفر عن قتله أبا الذابح. بهذه الطريقة أجاب الله سؤال موسى لإراءته طرقه إلى آخره. ثم يريد المؤلف عددا كبيرا من المصادر نقارن مع النصوص الإسلامية. أما قصة خزائن أو كنوز الله تلك فذكرها محمد كثيرا جدا في قرآنه وأحاديثه، ومع ذلك كأمثلة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. الأنعام الآية 50. والآية: وإن من شيء إلا عنده خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الحجر 21. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الإسراء الآية 100. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. صاد الآيات 9-10. وروى البخاري الحديث 4602. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث 6384. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث 115. حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمرو ويحيى ابن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. تعليق من عندي: يبدو أنه حتى الحجاب لا ينفع، لأنه كاسية في الدنيا ولكنها عارية في الآخرة، فالحجاب لا ينفع. نهاية التعليق. الحديث 1126. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أما عن مسألة رزق الله للمؤمنين والكافرين والصالحين والظالمين فمن ذلك في القرآن أولا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الذاريات 22-24: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. البقرة 21-22: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. البقرة 126: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثماره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشرفوا إنه لا يحب المشرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الأنعام 140-142: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الأعراف 32: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يونس 31-32: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منهم حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يونس 59: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الرعد 26-27: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. إبراهيم 32: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. النحل 56: وأيضا الآيات في سورة النحل 67-69 وسورة النحل 71-74 والآية 31 من سورة الإسراء والآية 64 من سورة النمل والقصص الآية 82 والعنكبوت الآيات 60-64 والروم الآية 40 وسبأ الآية 24 وسبأ 36 وغافر 13 وغافر 64 الشورى الآية 19 والملك الآية 21 آل عمران 26-27 البقرة الآية 200 آل عمران الآية 145 والإسراء الآية 18-21. ومن الأحاديث المعبرة عن تلك المعتقدات: روى البخاري الحديث 4684: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك، وقال يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار.
وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. وللحديث طرق وألفاظ كثيرة عند البخاري، هذا أحدها. وروى مسلم الحديث 2808. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وبنفس الرقم حدثنا عاصم ابن النضر التيمي، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فأن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. ورواه أحمد بن حنبل 12237 و12264. وروى الإمام أحمد بن حنبل الحديث 18706. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل أنه يشرك به وهو يرزقهم. الحديث 18767. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل يدعون له ولدا ويعافيهم ويرزقهم. الحديث 3981. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عمارة ابن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة حدثنا صاحب لنا عن عبد الله بن مسعود قال: قال: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يعدي شيء شيئا، فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أجرب الأول لا عدوى ولا هامة ولا صقر، خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيباتها ورزقها. تعليق من عندي: كل هذه الأحاديث تدل على مدى جهل وغباء محمد في كل النواحي. نهاية التعليق. وروى مسلم ابن الحجاج في صحيحه الحديث 2968. حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن سهيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى، أي ربي. فيقول: أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت، ويثنى بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذ قال. ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم علي فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي.
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. عنوان أسماء الله الحسنى ورد تحت عنوان 30 صفة الخاصة بالله، The 13 Attributes of God. قول الله لموسى حسب النص الهاجادي: عندما تأثم إسرائيل وتدعوني بالصفات 13 التاليات سأغفر لهم خطاياهم. ثم يعدد الرب صفاته لموسى مع شرحها، مثل الرحيم والرحمن والقدير والصبور أو طويل الحلم والعطوف والكريم إلى آخره. ويرد المؤلف عددا من المصادر باللغة الإنجليزية. قارن مع آيات القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الأعراف 180 إلى 181. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. الإسراء 110. ونجد في كتب السنن الأربعة المتأخرة في زمن الكتابة تحديد أسماء الله 99 اسما حصرا، رغم أن هذا غير صحيح، فيمكن إيجاد أسماء في القرآن والأحاديث غير تلك التي حددها مخترعو هذا الحديث، الذي يمثل تقليدا إسلاميا متأخرا غير مبكر، أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إلى اللقاء في القسم القادم، نرجو منكم الاشتراك والإعجاب.